بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشاهدي قناة الاتش بي سي والأطباء والمشاهدين المتابعين لحلقات صحة حواء، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات صحة حواء. إن شاء الرحمن هنبدأ الحلقات النهاردة وفيما والقادمة عن الموضوع اللي احنا قلنا نختار موضوعين، موضوع من موضوعين، إما تكيس المبايض أو البطانة المهاجرة أو هجر بطانة الرحم. وبالتالي إن احنا اخترنا الموضوع اللي كانت السيدة من الصعيد طلبته، وهو البطانة المهاجرة أو هجرة بطانة الرحم. موضوع بطانة الهجرة بطانة الرحم يعني هو موضوع من الموضوعات اللي شغلت العالم كله، وبدأوا يعملوا ليها جمعيات اسمها جمعية البطانة هجرة بطانة الرحم، بدأوا يعملها دورات تدريبية عليها، تنعقد مؤتمرات على مستوى العالم، هذا المؤتمر كله عن هجرة بطانة الرحم. العلماء يعني بحثوا كثيرا في ما هو سبب هجرة بطانة الرحم، طالما ان وضعت نظريات في هذا الموضوع من هجرة بطانة الرحم يبقى اذا لا يوجد سبب واضح لا يفسر الهجرة بطانة الرحم او تواجد بطانة الرحم خارج الرحم. يبقى دائما بنقول اذا تواجد نظريات لا يوجد سبب، لان دي نظريات، اذا وجد السبب هيقولوا هو ده السبب وتتلغي النظريات كلها. اول ما بدا العلماء يقولوا ما هو سبب هجرة بطانة الرحم، للاسف الكلمه اللي بقولها للساده الاطباء والساده المشاهدين ان الترجمه الفعليه لهذا المرض باللغه الانجليزيه ترجمته بالعربي غلط غلط، لكن احنا اجبرنا على ترجمه واجبرنا ان نتقبلها، لكن الترجمه الكلمه الانجليزيه ليها يعني الحاجه الممتعه ان فعلا بتفسر لي تفسير جيد جدا جدا لهذا المرض. اما الكلمه ترجمتها باللغه العربيه هجرت بطانه الرحم، يعني هي بطانه الرحم كانت موجوده داخل الرحم وهاجرت هذه البطانه عن طريق الانبوبه، ودي نظريه من نظريات كانت وبدات تنزرع في اماكن اخرى، وهم العلماء كانوا فسروا هذه الهجره بهذا الاسم لما بدأوا يحقنوا بعض إناث أو أنثى الأرنب أو الفار بالمواد بتاعة الدورة بتاعتها ويحقنوها ويدخلوها خارج عن طريق الأنبوب، تفسير. لكن فعلا كلمة هجر بطانة الرحم عشان نكون أوقع ليها هي اسمها الإندومتريوزس، يعني تغير الخلايا في أي حتة، هذه الخلايا وضعت في أي مكان تتغير إلى من طبيعتها وعملها وتصبح إنها خلية شبيهة بالبطانة الرحم وتتقبل وتأخذ الأوامر من الهرمونات وغالبا هرمون الإستروجين. إذا لو قلنا إن هذا المرض يعتبر مرض مش وراثي، لكن هو ارتجال كروموزومي أكتر منه إن يكون إن هو بطانة خرجت من هنا راحت هنا أو هذا كلام. وبالتالي إذا فكرنا هذا الفكر إنه ممكن الخلايا تتغير من كفائتها أو نوعيتها وتبدأ تستجيب للهرمون الأنثوي، يبقى إذا الله، يبقى من هنا نقدر نقول إن الخلايا دي ممكن تبقى موجودة في أي حتة في الحوض أو خارج الحوض. يعني الخلايا ممكن اللي متواجدة دي وتبدأ تماثل خلايا بطانة الرحم. يعني إيه تماثل؟ يعني فيها مستقبلات للهرمونات، إن هذه الخلايا بتجيلها الدورة مع وجود الدورة عند السيدة، هذه الخلايا لا تظهر إلا بعد سن النضوج وتختفي بعد سن انتهاء الدورة أو انتهاء أو سن اليأس. يعني هي بتلتزم بالظبط زي خلايا بطانة الرحم. مش كده وبس، إنها متواجدة في أي منطقة في الحوض من خير البطانة الرحمية، موجودة في الرحم نفسه في عضلاته، يبقى اسمها برضو هجرة الاندومتريوزس بس باسم آخر.
موجودة في الأنابيب، في المبايض، موجودة في البريتون، موجودة في المثانة، موجودة في القولون، موجودة في الشرج، موجودة في أوتاد الرحم، متواجدة في كل حتة في الحوض. ومش كده وبس، تم تشخيص واكتشاف نفس المرض ده موجود في مناطق متغيرة. لقيناها في الأعضاء الأنثوية الخارجية، يعني لقيناها في الشفرتين عند السيدة، لقيناها في المهبل، لقيناها في السرة، لقيناها في جرح من أي جرح متواجد. لدرجة أن بعض الأطباء من قسم الرمد العيون لقوا أن يوجد منها الخلايا دي في العين، وأثناء الدورة العين بتجيب دم. الله، يعني تواجد الخلايا دي لو إحنا بدأنا نناقشها علميا هو تغير في الكروموزومات هذه السيدة. الله أعلم في فترة إنها جنين، الله أعلم ماذا تم عليها، يعني هل هي مولودة بها ولا هي مكتسبة، أنا لا أعلم. لكن لن أقدر أقوله أن هذه الخلايا بتماثل الخلايا المبطنة للرحم، يعني قلنا بتاخد كل الأوامر الهرمونية، وبالتالي يوجد قوانين أن هجرة بطانة الرحم أو الإندومتريوز اللي احنا قلنا عليه لا يمكن أن ألاقيه في بنت صغيرة، ما ينفعش. أي طفلة لا يمكن أن ألاقيه، يجب أن يكون البنت دي المبيض اشتغل ودخلت في سن النضوج تظهر الأعراض بتاعت هذا المرض. أيضا أن السيدة بعد انتهاء الدورة أو سن اليأس بتضمر طبيعي، لأنها بتتغذى على الهرمون الخارج من المبيض. يبقى إذن عدم تواجد المرض ده في الأطفال إلى أن ينضجوا في فترة الشباب ده مهم جدا. مفيش دكتور يقول لي أنا الطفلة دي أنا شخصتها هجر بطانة الرحم، لا، أنت بتهرج، ما ينفعش. يبقى المرض تقريبا تم هدر أو اتهد كل اللي العالم كله قاله أن هذا المرض لا يظهر إلا بعد سن النضوج. يبقى لا يمكن أن يلاقي بنت لسه صغيرة فيها هذا المرض، لا يمكن اني الاقي سيدة يعني انتهت الدورة عليها كتير ويظهر المرض. هو ممكن يكون موجود زي عندها مثلا الكيس الدموي بالمبيض او اللي هو اكياس الشوكولاتة، هي عندها بس فضل موجود الى ان انتهت الدورة، يبقى هو كان موجود لكن لا يمكن ان هو يظهر مرة اخرى. لو احنا حاضرين في اول فيلم هنتكلم الطبيعي، ربنا خلق أن البطانة الرحمية تغلف الرحم فقط، وكمان تيجي عند عنق الرحم وتقف، يعني لا يوجد بطانة رحمية في عنق الرحم، يعني البطانة الرحمية موجودة فقط في الرحم فقط. هذه البطانة رحمة ربنا زي ما كان الأستاذ بيقول لنا زمان من 40 سنة إنها اتعملت على أساس إنها كل شهر تكبر، وإذا لم يوجد جنين أو حمل تروح تقع على هيئة دورة وتتجدد جديد تاني الدورة اللي بعدها. يبقى حتى كنا بنقول الأستاذ في أحد المراجع الطبية إن بيقول شعر عليها بيقول أن الرحم يبكي دماء شهريا لعدم تواجد جنين داخله، يعني هو بيفسر يعني دورة بشكل كده عبارة عن حاجة حلوة كده بطريقة ظريفة، يعني الرحم كل ما فيش جنين لازم تنزل الدورة شهرية، وإحنا بنقول هي تجديد للبطانة اللي داخلية أو السجادة الرحم شهريا إلى أن يتواجد فيه جنين وتثبت هذه البطانة ما تنزلش نهائي. إذا تواجد هذه البطانة اللي هي بتاخد الأوامر من تغير الهرمونات في السيدة على مدار فترة التبويض اللي هما أسبوع تقريبا أسبوعين فترة نضوج البويضة، ثم الأسبوعين الآخرين اللي هم يتليهم هم بيكون فترة اللي هو إعدادا لنزول الدورة. إذا دائما هجرة بطانة الرحم لما تكون متواجدة لازم أبقى في دماغي إن اللي بيحدث داخل الرحم بيحدث بالكامل خارج الرحم. يعني إذا السيدة دي لو بدأت الدورة إنها تنزل يبقى نفس الكلام، الدورة بتنزل في المنطقة خارج الرحم، يطلع بقى في المبيض، يطلع في الأنابيب، يطلع خارج في البريتون، يطلع زي ما يطلع، لكن الخلية بتنمو وبتنزل ويحصل لها دورة داخلية.
وبالتالي لو احنا جاهزين باول فيلم نتفرج على شكل الرحم وهو جواه دوره. طب نتفرج على شكل الرحم لما البطانه دي تكون خارج الرحم وتبدا تعاني منها السيده. يا ترى انا لسه بدي مقدمه عن ما معنى كلمه هجر بطانه الرحم، لان للاسف مش عارف، انا في بعض الاطباء يعني هو متخيل ان كلمه هجر بطانه الرحم يعني البطانه خرجت من الانبوبه وراحت انزرعت جوه المبيض وخلاص وانتهت القصه على كده، او خرجت من مش عارف منين وراحت انزرعت وخلاص على كده. لا، بدليل ان انا ممكن ان انا هذه السيده يعني هدي اقناع ان هذه السيده في بعض الاحيان بنبقى رابطين الانابيب الاثنين ودمرنا كل الهجره اللي موجوده خارج الرحم بالمنظار، قفلنا شلنا الهجره وقفلنا الانابيب ودخلناها في برنامج حقن مجاري. ايه رايكم ان ممكن بعد كده الاقي فيها هجر، اعاده زرع الهجر بطانه الرحم؟ طب يا دكتور جات منين بقى؟ ما انا قافل الانابيب وقصصها ورميتها. وبالتالي ان القصه ان تغير الخلايا الى انها تتحول الى خلايا مشابهه لما الخلايا اللي بتبقى بتبطن الرحم، هو دي النظريه اللي احنا نتقبلها علشان نقدر نتعامل مع هذه السيده ونتعامل. يعني اصح ان هجر بطانه الرحم هو احد من الامراض الهرمونيه وغالبا لها علاقه بالكروموزومات او ارتجال كروموزومي، وانها زي مرض السكر يعني نادرا ما بتخف، بدليل ان الست نتعالجها يا دوبك سنه اتنين ترجع لنا تاني، تالت بعد نعالجها ترجع تالت وهكذا. او سيده اشيل الهجره ترجع لي تاني، سيده اعالجها بالعلاج الطبي تهدى الامور، اوقف العلاج الطبي يظنهر مره اخرى. يبقى دايما احنا عشان كده بنقول اخطر نوع من انواع هجر بطانه الرحم، الاخطر نوع الطبيب اللي فاهم الدنيا يعرف ان اخطر نوع من هجر بطانه الرحم اللي هو يظهر في بدايه الشباب، في بدايه شبابها. ليه؟ لانها بتبقى هذه البنت لما بدات تيجي لها الدوره عندها 15 سنه قدامها 35 سنه بتجي لها الدوره، 35 سنه بتعاني من ارتجاع هجرة بطانة الرحم مرة واثنين وبعد العلاج وبعد العمليات. وللأسف الطبيب اللي بيقابل هذه الحالات دي بيبقى فعلا يعني عنده نوع من أنواع الاكتئاب، لأنه مهما بيعمل البنت تواجد التبويض ووجود الدورة بيديني ارتجاع مرة واثنين لهذه الهجرة. هي الصورة مش سودة قوي كده، لكن للأسف احنا بنحذر الأطباء ان التعامل مع هجرة بطانة الرحم يجب عليه واضع حاجتين اتنين، العمر والخصوبة، ده مهم جدا، عمرها قد ايه وفترة الخصوبة او خصوبتها ايه بالظبط. لما نبدأ بقى نتكلم عن هذه الهجرة، يا ترى الهجرة دي هل كان زمان بيشخصوها ازاي ودلوقتي بيشخصوها ازاي؟ لان زمان كانت بنقول انها اوبجكتيف يعني من كلامي مع السيدة بتيجي دايما تقول بند واحد وهو الآلام، والبند الثاني تأخر الحمل، لكن الآلام دائما كانت هي المشخصة لينا في هجر بطانة الرحم. لكن قصة أن أخذ من الحالة أو المريضة كلمة الآلام بين، قعدنا كتير جدا لما كنا بنعمل أبحاث عن الآلام في أي حاجة مع المنظار مع، فشلنا إن احنا ناخد كلمة يعني إيه الوجع شكله إيه وقد إيه وامتى وايه اللي بيضيعه وايه اللي بيجيبه، لان للاسف كتير قوي من المرضى غير متعاون او بيبقى زي ما بيقولوا العام بيقول لك مؤفور، مزودها قوي، يعني يجي له وجع مزودها قوي قوي الوجع، او ان واحده صبوره جدا تقللها قوي. وبالتالي كلمه الالم هو كان نوع من انواع اللي بنشخص زمان بهجر بطانه الرحم. يعني ايه الالام يا دكتور؟ اولا بتعاني من آلام أثناء نزول الدورة أو عسر الطمس بالزيادة، أو أن الآلام تزداد بعد نزول الدورة. يبقى إذا الآلام دي لها علاقة بالدورة، كل البنات بتشتكي من آلام الدورة، مش هتلاقي واحدة نهائي لما تقول لها الدورة مؤلمة آه ده تعباني وكنت بصوت وباخد كيتوفان وبروفين وباخد حقن وبينقلوني المستشفى. يعني في أيضا قصة إن البنات أو السيدات ممكن يدوني
تشخيص خاطئ لهذه الحالة، لأنهم كلهم بيعاني من آلام الدورة. التاني عندها آلام أثناء الحياة الزوجية لو كانت متزوجة. برضه نفس الكلام، لو سألنا هذا السؤال هلاقي القصة اكساجريتد جدا، زيادة جدا، عندي آلام، عندي عندي آلام أثناء التبول، آلام أثناء التبرز. دي آلام لها علاقة بفعل أو بعمل أو بحياتها اللي عايشة بيها. طب يا ترى في آلام كده لوحدها؟ آه، وهو ده بقى الطبيب اللي احنا بنقول عليه، ما يسمى آلام دفينة في الحوض لها سمة الاستمرارية. على طول عندي وجع في الحوض، اه وجع هنا، هذه الآلام يعني يدوبك تختفي بمسكنات، والبنت هاريه نفسها مسكنات، لكن بتشتكي من آلام دفينة وثابتة ومتكررة وبتضيع بتزداد بعلاقتها بالدورة. يعني هذه الآلام كنا زمان بنبدأ من الكلام ده لما بناخده من المريض، نقول اه انت عندك هجر بطانة الرحم من الكلام اللي هي بتقوله. لكن ان التعامل مع المرضى في قصة بند الألم هو للأسف بيعتمد 90% على ذكاء المريض، على تعاون المريض، على تعليم المريض، هل هو متعلم ولا جاهل. لأن في بعض الناس الغير متعلمين قوي يحبوا يزودوا الشكوى علشان يزودوا انتباه الطبيب في اتخاذ القرار والعلاج. عشان كده قراري في اني انا اتعامل مع الحالة واشخص بيها هجر بطانة الرحم، بحط وضع فعلا من بعض التشخيص انه نوع شكوى المريض واتعامل مع هذه الشكوى، لكن مش هي اللي استطيع بيها دلوقتي اشخص هجر بطانة الرحم. دخلنا بقى بعد كده، يا ترى هجر بطانة الرحم ممكن تتشخص باشياء اخرى؟ طبعا اذا تواجدت هجر بطانة الرحم في خارج الرحم بطريقة اني انا اقدر اشوفها بالفحص العادي، يعني هجر بطانة الرحم في الشفرتين، هجر بطانة الرحم في السرة، هجر بطانة الرحم في اي حاجة استطيع تشخيصها. لكن استطيع اكتر اشخص هجر بطانة الرحم بالموجات الفوق الصوتية اذا تواجدت مجتمعة، يعني مثلا اكياس شوكولاتة في المبيض. ونستطيع ايضا تشخيصها بالرنين المغناطيسي بطريقة بسهولة جدا. لكن ما هو أدق شيء في التشخيص؟ هو ده اللي هناخده بعد الاتصال. مدام إيمان، مدام إيمان، السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، بقول لحضرتك أنا عندي تكيشات على الموبايل، وكنت عامل حمل مجاري مرتين وربنا ما أردش يعني يحصل فينا فيه. اتفضلي. فدلوقتي يا دكتور أيمن أنا كنت عاملة منظار عشان التكيشات، أنا الدورة بتجيني شهر بشهر عادي من غير علاج ولا أي حاجة خالص بعد ما عملت المنظار. فانا كان عن منظار كان عندي انبوبه الشمال دي مسدوده، هو قال لي الانبوبه دي مسدوده، انا المفروض بقى اعمل اشعه بالصبغه عشان اسلك الانبوبه ولا ده ملوش دعوه بنجاح الحقن المجاري؟ وعايز اسال حضرتك سؤال تاني. يعني انت بتفكري انت والزوج تعيدوا برنامج الحقن المجهري، ولا عايزه تفكري انك انت استنزفتي ماء الفلوس وعايزه تحصل حمل فراش؟ ايه طلباتك؟ لا انا يا دكتور انا عامله حقن مجاري ومجمده اجنه، فانا عايزه اعرف هل سبب ان انا الحمل ما بيحصلش عشان الانبوبه المسدوده ولا ملهاش علاقة؟ ما هو اسمه حمل أطفال أنابيب يا فندم، يعني هو ده بيتعمل من إن الأنابيب ما تكون مسدودة، بنعمل أطفال الأنابيب لأنها مسدودة. يبقى إذا أدق شيء أحسن حاجة إن الأنبوبة هنا مسدودة رباني، هنضع الجنين ولا يوجد شيء داخل الأنبوبة يؤثر على زرع الأجنة، وبالتالي ده هو ده الصح. اتفضلي يا فندم. طب ماشي. طب وانا يا دكتور كنت عامله حقن مجاري وكان ساحب لي 25 بويض عشان التكيسات وكده يعني. لا انا مش عارف برضو بعد اذن يعني حضرتك، هو انت كلمتيني قبل كده بتاعت ال 25 بيضه؟ لا لا مش انا، مش ما هو انا نفسي والله يا فندم انا ما اعرفش ايه هو البرنامج الاستفزازي للمبيض اللي طلع لي كرتونه بيض، ما اعرفوش. لا فانا دلوقتي بقى يا دكتور مجمده من نفس الدوره دي بس مجمده على انبولتين، خمس كل انبوله فيها خمس اجنه، انا بقى لو عملت من نفس المجمد ده هتطلع نفس النتيجه هي هي ولا ملهاش علاقه؟ حاضر حاضر. انا مش انا برضو بقول، انا يمكن الحلقه السابقه احد السيدات قالت لي نفس الكلام وكان ردي، قلت لها بلغيني هذا المركز اللي بيجيب 25 بيضه، انا شخصيا هبعت له المرضى بتوعي هو يعملها، انا مش عايزهم لان هو اشطر مني. لو هو بيجيب 50 بيضه و40 بيضه وكرتونه بيض وبيزرع في كل انبوبه خمسه وبيزرع لك ايه ده كله، ده جابه منين؟ ده هي احنا قلنا ده فرط تنشيط يا فندم، فرط التنشيط في حالات التكيس والمبايض خطر جدا جدا. يعني انا ما اعرفش يعني هو فضل ينشط ولما حصل لك ف
فرط التنشيط كمان سحب ولا سحب كل البيض وشاله واداكي 6 شهور راحه او 3 شهور راحه وقعد تزرع الاجنه؟ انا مش عارف عمل ايه. انت معايا؟ طيب يعني طبعا قصه التعامل مع السيده في وجود فرط تنشيط، الدكتور اللي يحدث معاه فرط تنشيط اللي اسمه تهيج المبيض ويسحب بيض ويزرع اجنه، ده لازم يتحاسب، ده لازم يتحاسب، لان بيموت المريضه، بيموتها، بيدخلها في مرحله مميته. تواجد الاجنه وهرمون الجنين في حالات فرط تنشيط ده مميت، بيدمر السيده بالكامل الى ان هو يوصلها في فشل كلوي وممكن يحصل استسقاء وممكن يحصلها نصيبه سوداء. وبالتالي احنا ان في حالات فرط التنشيط ما عندناش الا حاجتين اتنين، ملوش حاجه تانيه، اما اني انا اسحب الماتور المركب، بمعنى اصح لو واحد داخل بمركب على انه هيركن خلاص، بيطفي الماتور المركب ويجعل المركب تدخل بقوتها من غير ماتور، اسمها بالنسبه لنا احنا كاستنج، ان هي نشط واروح موقف كل الادويه واسيب المبيض يشتغل لوحده. ده مرحله انا موافق، بس ده برضو مشاكله ليه مشاكل اخرى على مستوى نوعيه البويضات، او ان انواع الاخرى لو الدكتور فوجئ ان وصل لهذه المرحله من غير ما يلحقها، هنا ليه الحق ان هو يبدا يسحب، لو سحب البويضات يخزنها اجنه ويعيد زرعها بعد 2 3 شهور، لان هنا لو المبيض نشط بزياده واسمه فرط نشاط او فرط تهيج، هنا تواجد هرمون الجنين جوه السيده هنا بيعمل مشكله كبيره جدا جدا في هذه المرحله. فانا ما اعرفش طبعا الكلام اللي بسمعه دوت كلام غير طبي وغير علمي، وهي قصه ادي ادويه، اسحب بيض، ازرع جنين. يعني انا مش عارف ان هو جاب 25 بيضه ازاي، والاجنه دي اللي بيخبيها دي جابها دي كلها ازاي، يعني طبيا الكلام مش ماشي مع بعض خالص، ومش قادر. ونفسي الدكتور اللي عمل الكلام ده يعني قابلني في اي مؤتمر من المؤتمرات ويقول لي انت قلت الكلام ده وانا بعمل الكلام ده، ويناقشني هل الكلام ده صح ولا لا، انا ما اعرفش. طبعا انا بنصح سيادتك ان قبل زرع الاجنه المخزنه عمل منظار رحمي للتاكد ان الرحم يستقبل الاجنه بسهوله ولا يوجد مشاكل منها تمنع اندماج او زرع الاجنه اللي انت مخزنها. نرجع تاني ان احنا لما بنيجي نتكلم احنا كاساتذه جامعات وبنلاقي بعض الكلمات مش ماشيه طبيا، ما عندناش تفسير ليها خالص ولا اعرفها اجيبها منين، لان الكلام اللي احنا بنشرحه للاطباء وبنبدا ندي منه الدراسات العليا ده موضوع طبي من المراجع ومن كل حاجه صح، لكن الكلمات اللي انا بسمعها زي ما انتم شايفين كده كميه كبيره في التنشيط وفرط تنشيط، واسمع واحد يقول لي ده حط لي 6 عيال، 6 عيال يا دكتور؟ ازاي دكتور يضع 6 اجنه داخل الرحم و5 اجنه؟ يعني في بعض الكلام كده انا عارف، يقول لي اللي هيكمل هبدا انا اسحب منه. طب ما تحسن ان انت ضع 2 اجنه كويسين قوي وعندك خزن الباقي ويبقى ليها رصيد بنكي من الاجنه، وهو ده الكلام العلمي الحقيقي. معانا اتصال يا استاذ علي. طب انت بعيد ليه يا استاذ علي صوتك قوي، انت رحت لها هناك ولا ايه؟ انت بتتكلم حاطط المايك على حاجه وانت بعيد قوي، انا مش عارف، ممكن برضو تقرب منه تاني شويه. ماشي يا استاذ علي اتفضل. الحاجه نعمه اتفضلي. يا حاجه نعمه ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا يا حاجه نعمه اتفضلي. اقول لسيادتك يا دكتور، عندي بنتي حصل معاها اول مره حمل انقوذي عند بنتي. براحه عليا براحه عليا يا حاجه نعمه، انت دخلتينا في قصه خدي بالك منها وانت عارفاها، يعني ايه حمل عنقودي؟ اتفضلي. حمل حويصلي يعني. يا فندم يعني انت واضح انك انت عارفاها بالتفصيل، اتفضلي يا فندم. واخدت علاج وخدت فتره برضه سنه، وكان الاول ايه كان حمل عنقودي كامل يعني. كامل يعني يعني يا فندم تم تشخيصه حقيقيا بالفحص والسونار والموجات الصوتيه، وبعد سحبه او تفريغ الرحم اتاخد عينه واتحلل قالوا كل الكلام ده؟ ايوه بالتحليل. اتفضلي. كان عنقودي كامل، وبعد كده خدت علاج سونار، وبعد كده خدت سنه راحه
يعني تعتبر كده خدت سنتين، واتكرر معاها تاني بقى جزئي، جنين مع جزئي. تاني بالراحة عليا، حصل ايه الجديد بقى بعد سنتين؟ حامل تاني، بس برضه في جزئي عنقودي برضه لما تحلل. يعني حدث حمل وسقطت فخدوا المكون لقوه جزئي؟ التاني ده الحمل التاني، ودلوقتي لها 6 شهور يعني واخدة راحة ما كررتوش تاني. ايه استحسن بقى، جالب تحمل تاني ولا حقن مجهري؟ دلوقتي المضيق مفيش اي حاجة، طب دي واخدت فترة راحة. حاضر حاضر. انت عايزه تقولي لي سؤال حلو جدا، انا ما جاش في دماغي خالص والله قبل كده او قريت عنه، هل البرامج الحقن المجهري لها دور في منع الحمل العنقودي ولا لا؟ سؤال حلو جدا جدا، وطبعا ده يعني تفكير حلو ان سيده عندها، بس احنا ما واجهناش سيده عندها بتكرر عندها الحمل العنقودي يمكن، لكن هي حقيقه في كلمتين لازم اقولهم. تشخيص الحمل العنقودي ده واحد مهم جدا، والفرق بينه وبين الاجهاض المنسي، في حاجه اسمها اجهاض اتنسى وتحول ان هو التدمير بتاعه الى انه يعمل عنقود، وده بعض دكاتره الامراض التحاليل يعني ممكن يشخصه صح او يضللني يديني تشخيص غلط. واحد اتنين، اذا كانت السيده تم تشخيصها حمل عنقودي فعلا بالفحص والموجات الصوتيه والتحاليل الرقمي اللي بيطلع فوق الملايين، فوق الملايين، مش 1000 و2000، ثم التفريغ واخذ عينه المفرغ وتحليله والمتابعه بالحمل بالرقمي، تحليل الحمل الرقمي واخذ الميزوتروكسيت ثم متابعتها بعد كده، ومنع الحمل باقراص منع الحمل ثم تاجيل الحمل بعد كده لمده سنه، انا موافقك تماما. اذا تكرر البرنامج ده كله تاني لهذه السيدة نقف هنا، هنبدأ نتكلم على اني انا ادخل في برامج الحقن المجهري، وهنا تشخيص في ما قبل الجنين كروموزوميا ما قبل ان زرعه في الام هو ده اللي هينفعها تماما، وهو ده ممتاز ان بناخد عينة خلية واحدة وبندرسها كروموزوميا وبندرسها كل حاجة لينا، وبعد كده الجنين السليم هو اللي هيتم زرعه ومش هيحصل تاني حمل عنقودي. يعني بشكرك يا ست نعمة، بس احنا ما قابلناهاش السؤال ده، انا ما قابلتوش، لكن انا بشكرك جدا جدا على هذا الفكر، وهو يمكن كان مفروض دكاترة الماجستير او الدكتوراه يضعوا الاجابة دي في هذا السؤال اللي احنا بنسأله لهم عن التشخيص الأجنة ما قبل الزرع، ده سؤال بنحط لهم فيه، لكن ما حدش جاب سيرة تكرار الحمل العنقودي. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا ست ازيك إيمان. يا دكتور؟ اتفضل. قبل ما أتكلم معاك يا إيمان، الأفلام جاهزة يا أستاذ علي ولا مش جاهزة؟ طب بعد مدام إيمان ننزل بأول فيلم، اتفضل يا ست إيمان، اتفضلي. أنا عندي 39 سنة ومتجوزة دي لي سنة وثلاث شهور. ده الزواج الأول يا فندم ولا الثاني؟ لا الزواج الأول. اتفضلي. وعملت تحاليل، آخر تحليل طلع التحليل 6%، تحليل مخزون البويضات، يعتبر كده مفيش خالص. الـ AMH، اتفضلي يا فندم. أيوه. 6 من 100 ولا 6 من 10؟ 6 من 100. اتفضلي. يعتبر مفيش خالص، هو قال لي يعتبر حتى الحجم المجري مش هينفع فيه خالص. فهو ما فيش حاجه تزود المخزون بتاع المبيض حتى لو هعمل حجم مجهري؟ يعني سيادتك بتسالي اول سؤال، انا لا اصلح للحقن المجهري على كلامه. السؤال الثاني، مخزون المبيض هل يوجد شيء يعيد المخزون ده مره اخرى ولا لا؟ أيوه. ها ايه تاني عايز تساليه؟ بس انا يعني انا كشفت وعملت شعب الصبغه وعملت كل حاجه، ما عنديش اي حاجه، بس هو قال لي المشكله المخزون يعتبر ما فيش خالص. تمام. فخلاني عدت التحليل كذا مره، في الاول طلع 8.7. طب انا هتكلم على سيادتك دلوقتي وهقول ايه المشكله وايه اللي موجود في الدول العربيه ومصر بالذات اللي بيبداوا ينصبوا بيه على السيدات. هتكلم حالا دلوقتي على المخزون المبيض. طب هو الرقم مفيش حاجه تجويه؟ طيب يا فندم انا هقول والله العظيم هقول حضرتك حالا الرقم المخزون، لازم نضع
أن السيدة غير الرجل. السيدة سبحان الله ربنا إداها بؤجتين، البؤجتين يعني كيسين فيهم بيض يقضوها 35 سنة، يعني تقريبا 500 دورة 550 دورة. الكيسين دولت يبدأوا إن هو يطلعوا بيض من بداية نزول الضوء. الكيسين دولت بيبدأوا يقلوا على مدار العمر. الحاجة اللي بتقلل مخزون المبيض هو العمر، لأن مخزون المبيض عندي 20 سنة غير 25 غير 40. وبالتالي غير الرجل، الرجل ربنا بيديله المصنع اللي بيصنع الحيوان المنوي، يبقى عمره ما هو هيختفي. الراجل بيبقى عنده 180 سنة ولسه عريس ومراته حامل، هتيجي تقول لي جه منين؟ هو كده ربنا اداله المصنع. اما السيدة ادالها بنك، مخزون بنكي، هذا المخزون لا يمكن التعويض. ما يحدث دلوقتي بقى قصة ان يقولوا احنا هنعمل حاجة اسمها الستيم سيل، الخلايا الجذعية، وتعيد نصابين، محدش في العالم وصل لأي حاجة. الطريقة التانية النصبة لأحد أطباء أو مجموعة من الأطباء موجودين دلوقتي، إن هو يقولها نحقن المبيض مش عارف زلال، ونحقن مش عارف إيه نصاب. كل الكلام ده نصب في نصب في نصب. يجب أن نتقبل إن مخزون المبيض لو قل، لأن خدي بالك هو بيقل في العدد والنوعية، يعني لو عدد قل فنوعيته بتسوء، يعني لا تصلح. لكن لك ان انت الطبيب يكون معاكي بحذر، ما هو ان يساعدك ان ما هو الاختبار الاستفزازي، يعني يبدا يجرب ان هو يدي منشطات عاليه جدا بدون ما يعمل حقن مجهري، ويبدا يتابع بهرمون الاستروجين والموجات الصوتيه، ويشوف هل هذا المبيض بيطلع ولا ما بيطلعش. لان على مستوى العالم لقوا ان بعض السيدات هذا الرقم كده والرقم الهرمون الاف اس اتش عالي جدا، ولقوا السيده دي انقطعت الدوره عندها ولقوها حامل، حمل طبيعي. اذا الكلام ده هو ده اللي احنا بنقوله، ان في بعض المخزون لا ينتهي، لان انت حضرتك لهذا الطبيب اللي بتقولي له اذا انقطعت الدوره فانت تملكي في حدود حوالي 1000 بويضه في كل مبيض عند انقطاع الدوره. يعني ده حقيقه الكلام ده اللي احنا بنقوله، لاني انا مفروض ان انا كنت بقول محاضرات خارج مصر عن مخزون المبيض، فكان كنت بجمع كل الكلام ده. اذا عند انقطاع الدوره السيده لا زالت عندها يعني مخزون في حدود 1000 في كل بويض. لكن انا ما قلتش ان ده ممتاز وان ده كويس او ان ده هيجيب نتائج كويسه في الحقن المجهري، لان للاسف احنا محتاجين ملايين علشان يجيب نتيجه كويسه. فالطبيب يساعدك ويجرب مع حضرتك تجربه ما تسمى التجربة الاستفزازية في تقييم مخزون المبيض. ده موجودة على مستوى العالم، اني انا انشط واشوف الاستجابة. اذا جابت بيضة واحدة يبقى اذا من حقك ان هو يديكي بروتوكول، اسمه بروتوكول اللي هو بيتم عمله في السيدات ذات المخزون القليل، لها بروتوكول خاص في الحقن المجهري. حقبة طنط الرحم يجب ان يتم تشخيصها بمشاكل اللي بتعاني منها السيدة، ده مهم جدا. وان انا نمره 2 تواجد العوامل المساعده من موجات صوتيه ورنين مغناطيسي، 3 هو ادق شيء عندي هو ادخل بالمنظار، والافضل اني ادخل واخد عينه واحللها باثولوجيا واتعامل في نفس الجلسه مع الهجره بالكامل. والتعامل مع الهجره ملهاش الا التدمير الموضعي باستخدام كل العوامل الحراريه او الغير حراريه. استخدمت حوامل حرارية يبقى أحادي، الكهرباء، ثنائي، استخدم ما يسمى بالبيولوجيكال كلام، بستخدم ما يسمى الهارمونيك سكالب، ده موجات صوتية أستطيع التدمير. ولو تواجد أكياس دموية في المبيض الأفضل، إذا تم الجراح قدر يشيل الكيس نفسه هيكون ممتاز بدون ما يدمر هذا المخزون، وهو اللي هنتكلم عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله في موضوع هجرة بطنط الرحم. نشوف الفيلم الثاني. الفيلم الثاني نفس الفكرة، هو برضو يعني هنا المنظار البطن للأسف بدأ يورينا أنواع مختلفة من هذه الهجرة. يعني الهجرة
يعني عايزين نقول انها زي ما بنقول نوعين اتنين، لان في بعض الدكاتره يقولوا انا متخصص هجره وانا بتاع هجره، انا ما عنديش ماجستير هجره ولا عمري ادينا دكتوراه لواحد اسمه هجره بطانه الرحم، كل الكلام ده نصب في نصب. هو يكون اشتغل عليها وعمل ابحاث، انا موافق ان هو بدا يتعاون مع الجمعيات ويعمل ريسيرش ورك او بحث علمي وعنده عدد كبير في جامعته، انا موافق، لكن ما عنديش حاجه اسمها ان هو دكتوراه هجره ولا دكتوراه مش عارف ايه، ده يعني زي ما بيقولوا ايه افلام اسماعيل ياسين دي اللي بتتعمل. لكن هذا الطبيب ان كان هو متمرس في الهجره يبقى لازم يكون دخل مع هذه الجمعيات وهو عنده حالات كتيره وبدا يشاركهم في الابحاث وشغله والتدريب في كل من اولها لاخرها. وبالتالي هجره بطانه الرحم علشان نبلورها هي نوعين اتنين تقريبا، يعني اسهلها لكم، اما هجره واضحه جدا، هذه السيده اسمها الهجره الواضحه، هي اربع درجات، الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. هجره غير واضحه، وهنا دي لا يمكن تشخيصها الا بالمنظار، اللي هي بنوع عليها اعراض هجره بالمنظار لكن مش يعني مش شكل الهجره الواضحه، شكل كده تاني اسمها اللي هي بنقول عليها بنعلمها للاطباء اللي بيبداوا مناظير ازاي تشخص هذه النوع من الهجره اللي هي نط مش تيبيكال، مش مماثله للهجره العاديه. اما الهجره العاديه فهي اربع مراحل، وتبدا بالهجره المنتشره في البريتون وتنتهي المرحله الرابعه باكياس دمويه في المبيضين بالتصاقات ولازقين اكياس دمويه في بعض.